السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تعمل بث مباشر من الزوم على اليوتيوب او على الفيسبوك حتى لو انت مش الادمن؟ تمام، بكل بساطة في برنامج اسمه OBS تقدر تعمل بث منه. هتيجي هنا علامة الزائد وتختار ويندوز كابتشر وتدعي اسم اوكي. هيبدأ يقولك انت عايز اني برنامج ممكن تعمل للزوم او تعمل يوتيوب او كده. انا اخترت مثلا الزوم، وهنا هتشوف الاختيارات الانسب ليك، ماتش تايتل مثلا اوكي. هيبدأ يعمل بس لكل حاجة بتحصل في الزوم الناس تشوفها على اليوتيوب. طيب عايز اربط بقى بين حسابي على اليوتيوب وبين البرنامج، اعمل ايه؟ هتدخل على اليوتيوب وتيجي هنا تقول له جو لايف. هيبدأ يديك كلمة سر او يديك رقم معين تدي للبرنامج يقدر يبث من خلاله على اليوتيوب. طيب ادي اهو الرقم اللي هو ادهولك كوبي. هتروح هنا بقى في الاو بي اس، هتدخل في السيتنج وهتدخل في ستريم، هتلاقي ان هو يقدر يبث على الفيسبوك وعلى الريستريم وعلى تويتر وعلى اليوتيوب واعتقد على الانستجرام وعلى حاجات كتيرة جدا. تمام، فانت تقدر تشوف ايه الحاجات اللي انت عايزها. تمام، هتقول له مثلا اليوتيوب تمام، وهتيجي هنا تبدا تحط كلمه السر وتقول له اوكي وتقول له ستارت ستريم. ستارت ستريم هيبدا يبث على اليوتيوب عندك وتبدا الناس تشوف نفس المحاضره بتاعه اليوتيوب. بس خليك حريص ان الديسكتوب اوديو يكون على الاخر، وديت تكون اوطى حاجه لان ده الصوت اللي هو موجود حوالين الجهاز، الصوت بتاعك انت. فلو انت فتح الاثنين هتلاقي في صدى صوت موجود بشكل قوي، فعشان كده انا بقى اوطي الصوت ده خالص وبعلي الديسكتوب. لو انت عايز الشاشه بتاعتك تظهر هتقول له هنا زائد، هتلاقي حاجات كتير جدا. هتلاقي ان انت مثلا ممكن تضيف ايمج، تضيف تكست، تضيف فيديو لو انت عايز. ممكن تقول له فيديو كابتشر ديفايس اوكي. تمام، هتقول له اوكي، هيبدا بقى ياخد الصوره الفيديو بشكل دوت.